لاقدر سيدي مهلان كهاي شركة دابشيل مهلان كهاي بيدو انتي الو فاضمة آذن علي وهو يدنير اه او كنو المقالة بيدبو براها بلشادة اي كسوة موقتي يدو كشقيني سحر فضل اسمها كعنقاد يتعدي كلانا كلاكو الميسا متكمي ذا ضدك اي هو يدن اسمها كلاشقيني سي مقال كذا وح أؤاد أقل قلي قلبي هذا ضدك الصوماليات وحين كوضح معلن ظروف تنالولاد أي كوش قيني سي يدلك لوجسي دريو مع المكة دي بضدك اللي بصدي أرينتن وح أي مقال فرح الله كهلان شركة الذهب شيل جروب أو نقطي شركة دي أجوه ريسي أي هو يدن لقي بسته ظروف تذا وحين شركة دو جدون سي سي عدد العجات أو أي كم مارين كرتون لش قيس كذا هو يفاضم آذن علي أياه كهذا شيء درين كيذا يدو مهد علم بلارن وجيدي سي شركة دا الصوماليات اي دهب شيل جروب او نقطي شركة دي اوغو هوريسي اي عاوسا لاقدن اي سيدي مهدان كهاي شركة دهب شيل مهدان كهاي بايدو انتي الو اسمان عبد النور عبد الرحمن مامل كحيقين كحوالد دهب شيل اي كونفور قلبيد يمحيدين حسين إساق و أحمدها إسكوحير كحرومها سومتل اي باي يا بكول ايا شيقاي ان دهب شيل جروب اي مركز تديار او تهاي كجوابي ده قيلاد بلشادة كسو يرتا اي قرب استاقة داد كده يرتا اه سيدي اللي اوكسيني ماي بواها ميديا هقالي او ميلا رايش ظروف تكو موغوتي يا شركة دهان قرمتي ماما دي هاي ماما فادما ايدن اليو يا جيك ما نتلقى لي شركة دابشيل جروب نيا جودون سيد داقل عقيد انت ما ينقوم عن نغاني مركن كوات إلهي سبحانه وتعالى و إلهي أمتن ما يبوارد إذا انك هانك داقات ما يبوار إلهي وافجي يامنا مركو ما حد نغان انت اسك دي ما يبوار ما ملك دابشيل جروب جودة هان سوماليا يان ما حد نغان او قدان قدي او ميلا رهي زو قرواك سيدي اني ما مد لنسام اي ولكن شو بين قريسته أو ميل رئيس تكوان يرى لين دس شلي يد المحسنين عندسين تكوان كسم يبوا ولا كبل لاوت يم يبوا أن كتل قلي شركة دابشيل جروب مركب ماذا هذا شركة دابشيل جروب يعني ما هنگان سجود هانع أن كهر يم يبوا ملكية شركة إيو معمولها جود دابشيل جروب عبد الرشيد محمد سعيد دعاء أو ما يبوا هل جردن لما ما داس تكوان كسير لين فرو سأدرت أن داس كدي ما يبوا ما مفادمو جيك ما يبغوا دونسيو هاينة لعق ما يبغوا سد بار حكومات شنكون دولارة شنتاسكون ما يبغوا شنتاسكون ما يبغوا ده شنتاسكون سد عروة هايتان إن شاء الله أنت كتر سداس يس كل ولا ما يبغوا أو ما يبغوا ده كده كسارم بإذن الله الكريم موال كان هجابيان ولا يبغوا أن ما هنغان إله سبحانه وتعالى ما ملكي أو هبي إيو تجمع إلى رئيس جيك ما يبغوا قدونسيو هاي تأكدن العقدة ميلون هسيم قلها دول هاينون وحرونت كونفر قلبي سوماليا دهبشيل جروب ايه دي يدن ما سنتين حرونتي مايبا فرحاد وينين اها كدهبشيل جروب هان ينون مناسبة دون جيك ونك قدو انسي هاينا العقدة راس شانكون دولار او شركة دهبشيل انك ترقال لي اما انك داق دي ما مفاعدمو آذن علي او حرونتي شلي يوش درهاد براها بلشد اللي حديكي een saaso kale ma mahadnaqaan een ragii ama tiimki suurtagal in ummada Soomaaliyeed ama muhsiniinta in dhojo ha ka jeedaan maamadon in la ku arag baraha bulshada dadka dadaalkaas jeesiyaan mahadnaqaan marka xigtana ma mahadnaqaan shirkada Dabshiil Group maamulka sarad een Cabdi Rashiid Maxamed Saciid la ku bilaabo ila iyo konfurti iyo bartamaha maamulaha Umar Hassan Yola iyo Sheikh Ibrahim Ali Abdi maamulaha Konfur Galbeed Dabshiil Group iyo tiimki ku wada shaqeeyay runtii shalay inta ku tabni maamada gurigii seeri dadka seedi ka jari aniga Muhiddin een durufa ku moqti dad muhsiniin ga dukaan meelan ka dhisaayeen Dabshiil may ba gorotay madan dukaankaas walaalka bilaabo faadeelka furufade runtii eeda aan ka mahadnaqaan een Dabshiil Group ahaan iyo tiimki ku dib qaaday sida saxafiyintan oo hortaan isuru oo bulshada tusi maamadaas eedan mahasantiin xiliban hore Idris Cabdi Dhaqtar iyo Aadan Abaari oo kamida dadka masuuliyiinta ah ee u istaagay ololaha lagu caawinayo maamufaadumo ayaa ka mahad celiyay taageerada Dabshiil Group
ايهو يدان تبع ليسان ادي ادان اوغو فرح سان هاي مانت ان محل لها شركة دي الدهب شيل قيب وين اي كاقاضتو تا كولنتي ولاشان مامدين فاذمو ادان علي او رونتي اي اوغر مدين داد بدن او اي كمي ده هاد محل لها شركة دي سمكال هوسبيتال قيب وين مانتو حاكاقاتي او العق قاريس شنكون او دولار او runti ah inay ganacsi ku bilaawdo waxa siiyay shirkada dahab shiil oo uu hormoodka ka yahay ninka shirkada iska leh Cabdirashiid iyo Ibraahin dahab shiil oo ah maamulaha aagan Southwest ama Koonfur Galbeed runti waa wax lagu daydo waay mar walba waxay u taageeyeen dahab shiil ee Samtel dhor jeer aan waxaan ka qayb galay xafladahoodii xilligi xataa oo maxaal lahay dadka ay siin jireen abaalmarino qayb weyn ay ka qaateen markaan aadi aadan maxal lahay ugu mahad celinaya ilaahay kasoo ka waxa waa ayagana mahad gaar ay leeyihiin waxaan noo keenay awoodan waxa iska leh ilaahay maxal lahay qoftaas oo hadashay oo dhahday su'aashu markuu wariyaha weydiyay maxad inta maxal lahay dhagxaantaan u qaadaysaa lahay waxay ku jawaabtay intan tuugsan laha maxal lahay caruura ii joogta ii waayel guriga jiifa ii jooga maxal lahay inaan shaqaystay dhahday ilaahay qeyr hasi ayadana dadkii taakulantan dhiibay oo maanta lacagtan aad u badan waxa waaye waa ku deeshin mudan yihiin in ayagana la abaalmariyo waaye maxaa la shaada sharaf la siiyaa dadnahay dadkii siyaasiyiintii dalka joogay marka hadalkayga waxaan ku soo koobaa alxamdulillah alshukr lillah aadi aaday u mahadsan yihiin bismillaah alxamdulillah thumma salaatu wassalaamu ala rasuulillah baad salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu aad baad u mahadsan tihiin baada saxaafadda guud ahaan waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa shirkadda dahab shiil group oo maanta inoogu yeertay in maamadii dhibaataysneyd ee duruufta ka muuqatay inay maanta u garatay inay siiso lacag lacagtaasoo cadadeeda maamulka shirkaddu ay inoo sheegeen oo taasoo ah $5,000 iminkana ay ku hool jiraan in inta iyo in ka badan ay insha allahu ugu maqan yihiin taasoo ah dabcan shirkadda markay wax bixiso waxay leedahay shaqaale waxay leedahay maamul dabcan duruufta maamada iyo marka loo sii gudbiyo shirkada dahab shiil waxaan ka rajeyn doonaa ilaahay idinkii intan iyo in ka badan inay maamada gudoonsiiso dabcan maalmahan oo dhan maamada waxaan ugu jirnay in loo gurmado waxaan aad u ammaanayaa wiilashii markii hore soo bandhigay si gaar ah xaflada maanta aan joogno shirkada dahab shiil shalay waxay noogu timid guriga maamada annaga howl ka hayna qiimeyn bay sameeyeen isla maanta way u soo jawaabeen waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin sharaf iyo karaamo maamulka guud ahaan anoon kala saaraynin team Somtel iyo team dahab shiilba dabcan isla shalay waxaan aragnay Somtel inay u keentay simkaar ilaa iyo dhowr iyo labaatan kun lacag qaadaya marka waxaan dhihi karnaa wax aad lagu farxo hooyo Faadumo Aadan Cali ugu dambeyntii waxa ay rajaynaysaa in deeqdan lacageed ee uga timid dahab shiil group inay uga bixi doonto noloshii qalafsanayd maxamed soo faysan shabelle TV Muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada